المعلقة والشوكة مش في قاموسه، الاتيكيت في الأكل مش بتاعه، ما يتمزكش إلا لما يلغوص إيده ويحس بملمس كل حاجة عشان يبقى اسم على مسمى المزاجنجي. مين مصطفى محمود اللي أطلق على نفسه المزاجنجي اللي مش سايب مطعم إلا وجربه في مصر وبره مصر كمان؟ لف مطاعم السعودية كلها والكويت ومستعد ياكل أي أكلة ويعمل أي إعلان لأي مطعم، بس المهم الفلوس. فيا ترى هو فود بلوجر وبيصرف من جيبه وياكل، ولا بيروح المطاعم دي بفلوس؟ مفاجأة عن سبب شهرته على السوشيال ميديا. رغم انه مش الوحيد على السوشيال ميديا اللي بيقدم نفس المحتوى، وكتير بيقدموا النوعية دي من الفيديوهات، لكن هو من الفود بلوجرز اللي عليهم جدل كبير جدا بسبب محتواه، وقالوا انه بيحاول يقلد فيديوهات اليابانيين والصينيين في طريقة اكلهم، ما يحللوش الاكل كده لما يعمل كده، فكر ان ده هيجيب مع الناس وهيقدر يحقق نسب مشاهدات اكبر، لكن ما يعرفش ان العكس ممكن يحصل. مزاجنجي قدر يخلي محتواه زي اسمه، وزي ما كلنا عارفين ان الاكل فن ومزاج ونفس، هو قرر يوري الناس ده ويعرض كل الأذواق من الأكل اللي في المطعم وانت بقى ومزاجك. في البداية كده كانوا فاكرين انه بيروح المطعم من دول ياكل بفلوسه ومن جيبه يعني زي اي حد عادي، لكن واحدة واحدة كده الموضوع اختلف وبقت زيارته للمطعم كتير جدا، لدرجة ان الجمهور شك في اللي بيعمله وقالوا مش معقول واحد يروح كم المطاعم الكتيرة دي كل يوم وبدون استفادة ليه. لكن مع الوقت الكل اتأكد انه مستفيد من كل اللي بيعمله ده، والاستفادة مش مقتصرة على الفيديوهات بس اللي بيصورها، ولكن على الفلوس اللي بياخدها من اتفاقاته مع المطاعم دي، وبالتالي بيضرب عصفورين بحجر واحد، خاصة بعد ما بقت شغلانة للي ملوش شغلانة، وأي حد دلوقتي بقى يعمل فيديوهات عن رأيه في الأكل ولا حتى مشروب معين وبقى اسمه فود بلوجر. فعلا هو مستفيد ويعتبر فود بلوجر بس من نوع خاص، لكن مزاجنجي شايف نفسه انه مقدم برامج اونلاين ومسميه مزاجنجي شو، فهو ببساطة احمدي خالص وبيتعامل بطبيعته كمان وبياكل بايده، والشوكة مش في قاموسه وحتى اتيكيت الاكل ما يعرفوش، وده بان للناس كتير انه كان في لقاء في برنامج مساء دي ام سي، فما كانش جاي كفود بلوجر ولا مقدم محتوى، لكن جاي زي نموذج مش بياكل بذوق والاتيكيت كمان، ومع خبيرة اتيكيت تصلح له طريقته في الأكل في كل صنف بياكله. بس محتوى ده الناس قالت عليه انه بيقلد الأكيل مراد مكرم وبيعمل زيه بالظبط وبيحاول يمشي على نفسه خطاه، عشان كده بتكون ليه تعليقات كتير من الجمهور اللي بيحبوا انه يكمل وانه يستحق انه يكون ليه برنامج على التلفزيون، وفي اللي بيحب طريقه اكله وشايفين انه بسيط، خاصه انه عايشين في السعوديه ودول الخليج لان تقريبا كلهم بياكلوا بايديهم وده العادي بتاعهم، لكن في اللي بيقرف من طريقته في الاكل وقالوا ان الراجل ده مش بيقدم حتى محتوى بطريقه شيك ومفجوع وبيحسوا ملهوف على الاكل وعايش في مجاعات، فيديو ورا تاني تاكدوا انه بيمثل قدام الكاميرا ويشكر ويفخم في الاكل، وفي الحقيقه الاكل بيكون لا كده ولا حاجه، واللي بيطلبوه مش بيكون بنفس الجوده والشكل، ده غير انه مش مقدر الحاله الاقتصاديه اللي ناس كتير بتمر بيها ولا الظروف الماديه الصعبه في الوقت اللي كتير مش عارف يجيب فيه كيلو رجول فراخ. انتوا بقى شايفين النوايا دي من الفيديوهات مفيده ولا محتواها ملوش لازمه، ولا انه تمثيل على الجمهور مش اكتر؟ هل بتحبوا تتفرجوا على المزاجنجي واللي زيه، ولا تجربوا المطاعم بنفسكم وتحكموا انتوا؟ شاركونا في التعليقات.